بغيت نتكلم على المشاكل ديال المكناس، والصراحة ما عرفش باش نبدا. أولا، المكناس معروفة بالتاريخ ديالها العريق والمآثر ديالها، ولكن بداو كيعرفوا واحد الإهمال لا سيما في المدينة القديمة ديال المكناس، يعني الموروث المادي ولا مادي بدا كيعرف اندثار شوية بشوية. ما كاينش واحد الاهتمام بهذه المسائل، كيقولوا غادي يكون واحد الترميم ولكن مازال ما داروا والو. من جهة أخرى، مدن عديدة عرفت إصلاح ديال محطات القطار ديالها ومكناس لا. ما عرفش واش غير مازال ما وصلوا ليها ولا فيها شي مشكل. أما من ناحية التجهيز، كاين شي أحياء مزيانين، ولكن في بلايص أخرى كاين مشاكل في الإنارة وكاين الإهمال. المتنفسات والمساحات الخضراء قلال بزاف، يعني خاصك تدير مسافة كبيرة باش تلقى فين تخرج وليداتك. من ناحية دور الشباب والمراكز الثقافية، كاين نقص كبير في الأحياء الشعبية. مثلا هنا في منطقة برج مولاي عمر عندنا دار الشباب مكتارية، اليوم هي في دعوة محكوم عليها بالإفراغ، بالتالي هاد الوليدات ما عندهم فين يمارسوا الأنشطة الثقافية ديالهم. وبغيت نتكلم كذلك على المعاهد الموسيقية. مدينة مكناس معروفة بالثقافة والفن ديالها، وعندنا يلاه جوج ديال المعاهد صغيرة اللي ما كتقدش تواكب احتياجات الساكنة ديال المدينة. يعني اللي بغى يقرا موسيقى خصو يمشي لشي مدرسة اللي هي خاصة. كيف ما كل شيء كيعرف، الموسيقى كتلعب دور كبير في الحفاظ على الموروث الثقافي والهوية المغربية، وكذلك تهذيب النفوس وتكوين الشباب، وهذا الشيء كيعود بالنفع على المجتمع. والإنسان اللي كيدير الموسيقى ما غاديش يمشي للإجرام ولا شي حوايج خايبين. داك الشيء علاش كنقول أن جوج معاهد ما كافينش. حاجة أخرى، ما عندناش مسرح كبير للأنشطة الثقافية الكبرى من حجم مهرجان مكناس. عندنا مركب المنوني ولكن ما بقاش قادر باش يهز جمهور كبير، الطاقة الاستيعابية ديالو فيها فقط شي 300 بلاصة. كنا درنا واحد المقترح لبناء مسرح كبير بالمدينة، ولكن لحد الساعة مازال ما كاين التنفيذ ديالو. واخا داروا المعامل، بزاف ديال الشباب كيعانيو من البطالة وما لاقيين ما يديروا. كاين غياب التواصل في الإدارات، ما كنحسوش باهتمام ولا اعتبار لا مع المواطن ولا مع فعاليات المجتمع المدني. واخا كنديروا مجموعه من المراسلات ما كنتوصلوش بالاجابات. عبد الحليم غالي، شاركت في قافله 100 يوم 100 مدينه في محطه مكناس.